مدينة التازة كنطلقوا في هذه المسيرة النضالية في إطار الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية. بالطبع حزبنا حزب التقدم الاشتراكي على صعيد مدينة التازة كيتقدم واحد اللائحة ديال المناضلات والمناضلين كيتميزوا بالشباب الحيوية وبالنضال وبالتمسك بالقضايا ديال الوطن والقضايا ديال المدينة. احنا كلنا إرادة وأزمة باش إن شاء الله نحققوا النصر في هذه المدينة، باش الحقيقة نرفعوا الظلم على سكان المدينة، باش نعيدوا الاعتبار لساكنات المدينة مدينة التازة حقيقة، باش هذه المدينة تستحق كل خير. وإحنا الحمد لله حزبنا كلنا ثقة باش هذه المعركة نربحوها ونربحوا إن شاء الله معارك أخرى. عاش حزب التقدم والاشتراكية، عاش المغرب. غادي نطلقوا بحملة اللي كثيفة واللي فيها مجموعة من الأطر، مجموعة من النخب اللي شابة. كما قلنا أن اللائحة ديالنا في حزب التقدم والاشتراكية في مدينة تازة كتتميز بالشباب وبالنضال، هي لائحة ديال المناضلين للحزب لحزبنا العتيد لحزب التقدم والاشتراكية. احنا هنايا جينا باش نحققوا البرنامج ديال حزب التقدم والاشتراكية، احنا هنا جينا باش نحققوا البرنامج ديال حزب التقدم والاشتراكية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي في مدينة تازة. احنا الأعضاء ديال اللائحة كلهم أبناء تازة اللي تزادوا في تازة وتربوا في تازة وكيعرفوا المشاكل والهموم ديال مدينة تازة، وكعلى أمل أننا نخوضوا هذه الاستحقاقات المحلية باش نحيدوا الحيف والظلم اللي في مدينة تازة، ونتمنى أننا نعطيوا لهذه المدينة اللي كتستحق مع كل الأبناء ديالها وكل المواطنين ديالها. وفي إطار الحزب ديالنا حزب التقدم والاشتراكية مسيرة موفقة إن شاء الله للحزب. احنا غادي ننطلقوا في مسيرة ديال الحملة الانتخابية للتعريف بمرشحاتنا ومرشحينا، للتعريف كذلك بأفكارنا وبرامجنا، وكذلك من أجل أن نضيف يوما آخر في أجندة الحملة الانتخابية النظيفة والنزيهة والتي يؤمن من خلالها شباب وشابات تقدم الاشتراكية بالتنافس الديمقراطي. نتقدم أمام سكنة مدينة تازة ببرنامج طموح، ببرنامج إنقاذ مدينة تازة. كذلك نتقدم بأفكار ومقترحات، أكثر من ذلك نتقدم بمرشحات ومرشحين يمتلكون من الحيوية ومن الشباب ما يؤهلهم إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمات عامة بمدينة تازة. وكذلك نتقدم بمرشحات ومرشحين أطر مناضلات ومناضلين لهم من الكفاءة والمعرفة والنزاهة ما يؤهلهم لأن يجعلوا من مدينتهم مدينة تازة مدينة تتبوأ مكانة لائقة بها ضمن المدن المغربية.
التغيير معقول، الشفافية، المصداقية، التقدم.